السالمية سطام الحسيني، حراسة المرمى علي نادر، أحمد عبد الغفور، غازي القهيدي، حمد العدود. مع بداية أحداث المباراة نقول بسم الله في هذه المشاهدة. عدي الصيفي في نص الملعب، عدي الصيفي بيمر من الأول من الثاني، بيتقدم مع طلال فاضل، لكن أفضلية لاستمرار اللعب. اللعب شوف الإعادة، عدي الصيفي والتحامه مع طلال فاضل، لكن في أفضلية لاستمرار اللعب، لكن طلال فاضل بيعاني من إصابة. إذن مثل ما تكلمنا عن نادي اللاعبين، يلعب كرة ملعوبة، جمعة سعيد بحاول، لكن مرت لعبة قوية الحقيقة، وبلمسة فنية. وجمعة سعيد والتفاؤل واضح بالنسبة لي، جمعة سعيد في أولى الكرات اللي بينفذها جمعة سعيد، شوف حطها براسه حلوة، مرت بجانب القائم الأيمن، كرة خضراء الحقيقة، وواضح نظرة جمعة سعيد بعد المحاولة بال يعني فيها تفاؤل الحقيقة. كرة اللعب، رجب يتابع كرة لصالح نادي السالمية، فراس الخطيب بيحاول يمر لكن في فاول على محمد كمرة، فاول لصالح السالمية. هاشم الرفاعي هي الحضرة، هي الأقرب، هذه الإعادة للتدخل من محمد كمرة مع فراس الخطيب. إذن فاول لصالح السالمية، كرة ملعوبة طويلة جاءت اليسار إلى عدي الصيفي، يتقدم عدي الصيفي بيلعب الكرة عرضية، محاولة خطرة كملها، خطرة جول، لكن فيها راية وموقف تسلل، راية وموقف تسلل، لكن احتجاج أو قلب الدفاع. شوف الإعادة، شوف اللعبة اللي كان فيها قرار واحتجاج، مرت الكرة لكن هل كانت فيها لمسة من أحد لاعبين الاحترافية؟ كرة ملعوبة، محمد كمرة إلى عبد الله البريتشي، حلوة النقلة إلى جمعة سعيد، خطرة لصالح نادي الكويت، بيحاول يمر جمعة سعيد لكن بيشيلها من أمامه أحمد عبد الغفور مدافع نادي السالمية لخارج الملعب. هجمة الحقيقة، مواجهة متبادلة ما بين الفريقين، شاين الخميس بيلعبها كورنر والمحاولة تحطها خطرة لكن مرت فوق المرمى، لمسة كانت لصالح نادي السالمية لكن مرت فوق العرض. شوف الإعادة، اللمسة كانت من رجيه وليس من فهد الرشيدي، لعبة كانت ممكن تكون فيها خطورة، لكن مستوى الارتداد من الكرة ارتفع إلى فوق العارضة، كانت فيها خطورة على مرمى نادي الكويت. إذا مع نادي الكويت ونادي الجهرة، فاول لصالح السالمية، ودي الصيفي في أرضية الملعب، وقرار إداري وإنذار على يعقوب الطراروة مع التدخل بالإعادة. التدخل كان قوي من يعقوب الطراروة على سهلة لمصعب الكندري. جمعة سعيد، كرة لصالح نادي الكويت، طلال فاضل بيحاول، احتكاك وفي فاول. شوف يعني الاحتكاك كان غير مقصود، وكان يعني جمعة سعيد في نص الملعب، يتقدم جمعة سعيد، بيحاول يمر جمعة سعيد، بيتقدم جمعة سعيد، كرة لصالح نادي الكويت ومعاه أكثر من لاعب، جمعة سعيد بيمر ما بين الاثنين، خطر الكرة ومحاولة لكن يتدخل رجي وتنقطع الكرة. شوف الإعادة للتدخل بعد مرور الخطر من جمعة سعيد، كانت الفرصة ممكن تكون خطرة لكن تدخل اللي صار من رجي قطع الكرة من أمام جمعة سعيد، حصل فيه احتكاك. إذن سلامات لجمعة سعيد ورجي. شاهين نفذ عرضية تلحق بالرأس، خطرة الله، لكن اعطاء فرصة كانت عبد الله البريتشي بيلعبها والمحاولة ينحط بالراس، خطرة الله، جول بالدقيقة 31،
بالدقيقة 31 كانت هي النظرة التفاؤلية لجمعة سعيد في البداية، حط له كرة بالرأس اللي مرت بجانب القائم الأيمن والتفاؤل كان حاضر، والكرة الثانية أيضا جمعة سعيد بينجح فيها بهدف لصالح نادي الكويت بالدقيقة 31. هذا جمعة سعيد، شوف لعادة، شوف لعادة البطيء، شوف لعادة البطيء، شوف جمعة، التمركز كان جيد وحطه بكل قوة الحقيقة، رأسية كانت في مرمى نادي السالمية بكل أفضلية وابتعد عن المراقبة وحط كرة براسه حلوة. جمعة سعيد إذن ينجح بعد التفاؤل اللي شفناه في التعبير، الكرة لصالح نادي الكويت، نغلى الآن والمحاولة إلى يعقوب، خطراب هي نفسه بيحاول يمر بيرجع إلى جمعة سعيد، جمعة ينقلها إلى راضي جمال بشوت خطرة لكن مرت بجانب القائم الأيمن. حلوة الهجمة كانت، أعتقد أنه لو جمعة سعيد ما يعاني من إصابة هو اللي راح يكون هو اللي راح يسدد، لكن اختار التمرير لهذا اللاعب راضي جمال. شوف لعادة، شوف جمعة سعيد نقلها إلى راضي جمال والكرة لخارج الملعب، إذن في التعادل. روجيب ينقلها إلى هدود، بيلعبها كرة عرضية ومحاولة إلى فهد الرشيدي بالرأس، فراس خطرة يحطها لكن سهلة لي مصعب الكندري. في حقيقة نادي الكويت بوجود خطأ، وهذه لعبة السالمية الأخيرة الحقيقة اللي في رأس الخطيب، هي اللحظات الأخيرة، كرة ملعوبة لصالح نادي السالمية، المتابعة من كمارة بيشيلها والمتابعة أيضا من فهد مرزوق، قاطعها طلال فاضل إلى بها فيصل في أولى لمساته أولى تدخلاته وبيحاول، لكن فاول لصالح، شوف لي عدا، شوف لي عدا، لكن تغطية كانت من أحمد عبد الغفور، وفي فاول لصالح نادي الكويت. بها فيصل لاعبي نادي الكويت كانت فيه عانة من إصابة، نتمنى لهم السلامة. كرة ملعوبة لصالح ودي صيفي بحاول يشوط خطرة لكن مصعب الكندري في أولى لمسات كانت خطرة على مرمى نادي الكويت. شوف لي عدا، شوف لي عدا، شوف حلوة استغلالية واضحة الحقيقة بنغل الكرة، عدي الصيفي بيحط له كرة قوية، إذن أولى التهديدات المباشرة على مرمى نادي الكويت، عدي الصيفي بينفذها وترجع لصالح نادي السالمية، فراس الخطيب يحاول يمر لكن في فاول على كاميرا، فاول على كاميرا وتدخل مع فراس الخطيب. شوف لعادة وشوف كاميرا وتدخل مع فراس الخطيب، اعتقد بان فراس الخطيب عانى الحقيقة من تدخل قوي من محمد. عدي الصيفي بيحاول يتقدم، عدي الصيفي بيمر من الأول لكن الثانية سين حاكم بيقطعها، كرة مع نادي الكويت يتقدم فيها حميد ميدو إلى طلال فاضل بيتركها ويتقدم طلال فاضل، المرور ما بين الاثنين لكن في صفر وفي فاول لصالح نادي الكويت. محاولة كانت ممكن يستفيد منها لكن تدخل شاهين الخميس، كرة معاه بيتقدم راضي جمال، راضي بيحاول يمر لكن مقطوعة إلى نافي زويد البديل، وفي فاول لصالح نادي السالمية، فاول وفي انذار، في انذار راضي جمال مع هذا التدخل، كرة اللعب طويلة في الأمام لصالح السالمية، فهد رشيدي بإبراز خطرة لصالح نادي السالمية، التغيير لكن التأكد محمود من تأثير الإصابة لكن نتمنى السلامة. كرة ملعوبة لصالح السالمية، تطلع الكرة لخارج الملعب، لخارج الملعب سلامات، وفي لاعب سامي الصانع، سلامات لسامي الصانع، سلامات الكويت في فترات سابقة، والكرة ملعوبة لصالح نادي الكويت، واحتكاك وفي فاول، فاول لصالح نادي الكويت. وبالعادة تدخل رجعي مع بها فيصل، تلعب سامي الصانع في الأمام
الى راضي جمال، كره خضراء لصالح نادي الكويت، بيحاول يحطها، بيحاول القرب يحط الجول، الله، كره الحقيقه خضراء خضراء بالدقيقه 69 بتضيع من راضي جمال، محافظ على الكره، شوف لعده، شوف استلم الكره وحافظ عليها لكن نفذها بطريقه الحقيقه ما كان فيها استفاده، وتضيع فرصه لصالح نادي الكويت عن طريق اللاعب، خروج اكثر من لاعب من الفريقين بسبب الاصابه، لكن الكره ملعوبه الى عدي الصيفي، نقله لصالح نادي السالميه، عدي الصيفي حط الجول، الله، ترجع مره ثانيه الرشيدي والمحاوله بالراس لفيصل العنزي، لكن بيسيطر عليها مصعب الكندري، برافو برافو مصعب الكندري، حطها عدي الصيفي بالجول، رايحه بالجول، لكن مصعب الكندري منعها، منع هدف السالمين، ايضا بيعاني من اصابه لكن يتحامل الحقيقه هذا النجم الكبير، شوف عدي صيفي، شوف 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 حطها بالجول رايحه، بالجول رايحه، لكن بمنطقه كيفان في متابعه احداث لقاء الكويت والسالميه ضمن لقاءات دوري بيبا الدرجه الممتازه جدا في الملعب للفريق وشعار الفريق، كره ملعوبه ولكن في خطأ وفي فاول لصالح السالمية، حميد ميدو في أرضية الملعب، تغيير قادم، تغيير قادم، لعادة الاحتكاك الأخير، حامد الرشيدي حومه ونقل كرات ولمسات مع الأخوين حامد الرشيدي وفهد الرشيدي، راح ننتظر ونشوف شنو راح يسفر منا هذا الانتقال، اذا في فاول على نادي الكويت وانذار على سامي الصانع، انذار على سامي الصانع، فاول لصالح نادي السلمية، اذا الاحتكاك ودي الصيفي بانطلاقه كانت مؤثرة كما هو حاضر وجاهز بيغطي امام المدافعين، نقله الكره خطيره لصالح نادي الكويت، با فيصل، با فيصل خطره الكره، ينتظر الزملاء، با فيصل، حميد مدبي حط الجول، الله، نقله الحقيقه مثاليه من بهاء فيصل اللي كان ماخذ مكان مثالي جدا في هجوم نادي الكويت، بيحافظ على الكره بينقلها لكن حميد ميدو بيحطها، الحقيقه كانت كافية بتغطية دفاعية تطلع الكرة لخارج الملعب، كورنر، شوف لعده، شوف لعده، شوف شوف بان فيصل، شوف هي كرة، هي كرة، لكن المتابعة كانت من حميد ميدو بشكل ناجح، لكن كان فيها القليل من التركيز وتغطية كانت من تنظيم اللي بشكل الفريقين في أرضية الملعب يقلل من فرص الهجمات، كرة ملعوبة لصالح حمد الرشيدي، فهد الرشيدي بشوت خطر، الله، حلوة حلوة حلو، جانب الغائم الايمن، شوف شوف العداء، شوف اللعبه كانت قويه الحقيقه لكن مرت خطورتها بعيده بعيده، بعيده، اذا فرصه كانت ايضا، والكويت بيحافظ على الهدف الوحيد بالدقيقه 31 عن طريق اللاعب جمعة سعيد، كره مقطوعه لصالح عدي صيفي، بيمر من الاول لكن مقطوعه، يرجع يحاول ياخذها عدي صيفي، واحتكاك، احتكاك ما بين عدي صيفي وكمارا، واكثر من لاعب الحقيقه يطالب من بعد هذا الاحتكاك، نايف زويد، خمس دقائق فيها الكثير الحقيقه من الفرص اللي ممكن تكون للفريقين، وشايف التركيز حمد الادود بشوت، لكن كمارا بيصطد فيها، يتابعها عدي صيفي مع كمارا، بيتدخل كمارا ايضا بيبعدها لخارج الملعب، كورنر، كورنر، كورنر لصالح نادي السالميه في الوقت، شوف التمركز في جميع او من جميع اللاعبين في منطقه الوسط، كره ملعوبه طويله لصالح نادي الكويت، واللمسه لكن حكم المباراه يقول ما فيها شيء، نادي الكويت، شوف العاده، شوف رجعها غازي القهيدي، وتغطيه كانت من جسم
فطام الحسيني يقولي عادة واضحة، هل كانت فيها لمسة يد مؤثرة؟ هذه الهجمة الأخيرة لعدي الصيفي اللي احتسبت لصالح السالمية. ملعوبة طويلة في الأمام إلى فهد الرشيدي، حسين حاكم بيشيلها، حميد ميدو، با فيصل بمور بيحاول، وفي احتكاك وفي فاول. هذه اللمسة فيها غرار إداري وطرد مباشر لروجي، طرد مباشر، طرد مباشر لروجي تداوبو بهذا الالتحام المؤثر يعني برجل اليمنى، أعتقد أنه أثر حقيقة، أثر على بهاء فيصل. اللعبة كانت الحقيقة قاسية جدا. نص الملعب فيصل العنزي بيحافظ على الكرة، نايف زويد يلعبها في العمق، متابعة لكن طول وتروح وصافرة. حكم المباراة هاشم الرفاعي تعلن عن نهاية أحداث المباراة. إذن النتيجة مع هذه الفرحة الكويتاوية من هذا الصغير الجميل الحاضر في المدرجات، وأيضا الصغار، تعلن عن نهاية أحداث هذه المباراة بفوز نادي الكويت بهدف لصالح جمعة سعيد بالدقيقة 31 بأحداث الشوط الأول، لا شيء لصالح السالمية. إذن متابعينا أشكر لكم حسن المتابعة. أنا طارق الملا، نذهب إلى الاستوديو التحليلي مع الزميل محمد بقريس، شكرا للمتابعة، وبعد قليل مع الاستوديو التحليلي. مشاهدينا الكرام، انتهى لقاء الكويت والسالمية بفوز الكويت بهدف مقابل لا شيء وانفراده بالصدارة بأريحية.